خبري او موضوع بنتناقش فيه مع حضراتكم، لكن من خلال السوشيال ميديا وصفحتنا على قناه الاهلي وملعب الاهلي تحديدا، يعني اختاروا لاعب الشهر النهارده 30 اكتوبر. فبمناسبه 30 اكتوبر كل سنه وانت طيب كابتن محمود الخطيب، اسطوره الملاعب العربيه والافريقيه واللاعب طبعا الاشهر في عالم كره القدم سواء عربيا او افريقيا، فكل سنه وحضرتك طيب. لاعب الشهر لازم تبقوا واخدين الامر كده بشكل كويس قوي من خلال الاداء والارقام. الشهر ده ما كانش فيه مباريات كتير، لكن من وجهه نظركم بقى ورايكم ومتابعتكم، مين لاعب الشهر في الاهلي النهارده وبكره؟ بكره ان شاء الرحمن ممكن نعلنها، لان بكره 31 اكتوبر باذن الله تعالى. طيب المره دي حلقه كلها فنيا، هنخش مع بعض الملعب وهنشرح شويه فرقه الترجي بالمدرب بالاسماء بطريقه اللعب بالامكانيات بالقدرات. فرقه الترجي محفوظه لكل الاذهان وكل العقول المصريه والاهلاويه تحديدا، يعني مش غراب علينا ولا احنا غراب عليهم، لان بيننا وبين بعض يعني مباريات كتيره قوي، بيننا وبين بعض بطولات كتيره جدا. لكن هبدا بعنوان عملته مجلة الأهلي أكثر من رائع، رغم أنه بسيط جدا 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 لكن في عمق رهيب جدا. هاتوها، ده كان يعني صفحة الأهلي الأولى أو مجلة الأهلي الأولى، فعلا فعلا يعني مختصر مفيد جدا من عبارات كتير وجمل كتير ممكن تتقال، لكن بحييهم طبعا على الموضوع أو على البساطة اللي هي فيها. كاس افريقيا غالي جدا، اهم بطوله في القاره، اهم بطوله في البطولات. عشان كده هقول للاعيبه الاهلي بقى، ارجع لي كده بعد اذنك، هقول للاعيبه الاهلي احنا واثقين فيكم جدا 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 جدا، لكن عليكم ان تثقوا في انفسكم، عليكم ان تثقوا في انفسكم. كل الثقه احنا متاكدين ان انتم عندكم الامكانيات والقدرات، فثقتنا جايه من التاريخ، جايه من شخصياتكم، جايه من امكانياتكم، جايه من قدراتكم، لكن قبل ما احنا نثق فيكم انتم كمان لازم تثقوا في نفسكم. بعد الفاصل هنخش الملعب مع بعض، مش هنتكلم على حاجات كتير في الاخبار وما شابه ذلك، والترتيبات والتنظيمات هتبقى على اعلى مستوى، سواء كان من النادي الاهلي اللي عامل لجنه للقاء يترأسها الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والعميد محمد مرجان والاستاذ خالد الدرندلي والمهندس ابراهيم كفراوي كلهم لتنظيم اللقاء وخروج اللقاء على الوجه الامثل. كمان الجهات الامنيه انا متاكد ان المباراه هتخرج زي الالف وزي الفل باذن الله، وهتبقى حاجه كبيره جدا لان افريقيا كلها بتتفرج عليه. لا هنروح فاصل وبعد كده هرجع مع حضراتكم هنا على الشاشه بقى، نتكلم من المدير الفني وخط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم وطريقه اللعب بتاعتهم والشرح معانا من خلال ملعب الاهلي في النص الاول، وبعد كده النص الثاني كمان هناكد على الملعب.